السلام عليكم متتبعي قناة أفكاري الخاصة طبخ ووصفات. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نقدم لكم حلوة لسان الطير. هاد الحلوة كتجي هائلة ولذيذة، تقدروا تقدموها في الإفطار في مائدة رمضان أو لا تقدموها في مائدة العيد. كتجي لذيذة وهائلة. إلا بغيتو تشوفوا الطريقة كيفاش حضرتها تابعوا معايا الفيديو إلى النهاية. ولكن كنتو أول مرة تشرفوني بالزيارة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتدعموني باش نوصل لألف مشترك. أنا محتاجة تشجيعاتكم باش نزيد القدام في القناة. ياريت تدعموني وتشتركوا في القناة. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو ملعقة كبيرة من الزبدة، ملعقة صغيرة من القرفة تكون ما عامراش، يعني غير الحد ديالها ما تكونش مدكسة. غادي نحتاجو صفار بيضة واحدة، وغادي نحتاجو نصف ملعقة من خميرة الحلويات، وغادي نحتاجو قبسة ملح، يعني غادي نحتاجو واحد القبيصة ديال الملح ماشي بزاف، وغادي نحتاجو واحد الكمية من واحد شوية من المسكة الحرة اللي دقيتها مع السكر السنيدة ماشي بزاف، غير واحد شوية. وغادي نحتاجو جوج ملاعق كبار من ماء الزهر. غادي نحتاجو ماء دافئ للعجن، وغادي نحتاجو نصف كيلو من الدقيق من نوعية جيدة، يعني كيكون ذات جودة عالية. بطبيعة الحال كنغربلوه قبل ما نستعملوه. بسم الله على بركة الله. غادي ناخد الدقيق ديالي اللي كما قلت لكم من جودة عالية، غربلته بطبيعة الحال وضفت عليه واحد القبيصة تاع الملحة. ودابا غادي نضيف نصف ملعقة تاع خميرة الحلويات، وغادي نضيف نصفار تاع بيضة واحدة، وغادي نضيف ماء الزهر، وغادي نضيف القرفة ديالنا. وغادي نضيف الزبدة والمسكة الحرة كما كتشوفوا معايا. انا ضفت هنا المسكة الحرة ديالنا اللي كما قلت لكم دقيتها مع السكر سنيدة. ودابا غادي نرمل داك العجين ديالي، الدقيق ديالي مع الزبدة والبيض والقرفة مع ديك المكونات كاملة، حتى غادي ينسجم ليا وغادي يترمل ليا داك الدقيق ديالي مزيان. بالنسبة للزبدة ضروري ما تتكون بالحرارة الغرفة، يعني ما تكونش باردة، نجبدوها من الثلاجة. إلا كانت عندنا في الثلاجة كنخرجوها قبل ما نبداو العجن تاع العجين ديالنا، وتنخلوها حتى كتولي بدرجة حرارة الغرفة ومن بعد كنستعملوها. غادي نستمر في جمع العجين ديالي كما كتشوفوا معايا، وغادي نرجع باش نوريكم. المهم دابا من بعد ما جمعت العجين ديالي بالماء مترمد ليا مزيان، عاود جمعته بالماء دافئ كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندلك داك العجين ديالي مزيان حتى غيولي رطب، وغادي نرجع باش نوريكم النتيجه. دابا من بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان، ها نتوما كتشوفوا النتيجه ديالو كيفاش كيجي، كيكون رطيب هكا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو، كيجي بهذا الشكل. من بعد دابا غادي نخلي غادي ندير ندهنها بشويه، غادي ندهن العجين ديالي بشويه ديال الزيت، وغادي نكورو على شكل كويرات وغادي نخليه يرتاح. انا غادي نوريكم الطريقه. كما قلت لكم بعد ما دلكتها مزيان دهنتها بشويه ديال الزيت، ودابا شكلتها على شكل كويرات كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وعاودت دهنتهم بالزيت مزيان من الفوق. ودابا غادي نغطيهم، غادي نغطيهم بالغطاء البلاستيكي وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه، وغادي نرجعو باش نشكلهم. ودابا رجعت من بعد ما ارتاح ليا دوك الكويرات ديالي، ودابا غادي ندوز باش غادي نشكل دوك الكويرات ديالي، غادي نسرحهم. غادي نحتاج الزيت، زيت المائدة، ماشي ما انا ما غاديش نحتاج بزاف تاع الزيت، المهم غادي نحتاج زيت المائدة، وغادي نحتاج داك العجين
الدقيق اللي مخلط مع الماء باش غادي نسد هذيك الورقه ديالي كما غتشوفوا معايا. انا غنوري لكم كل شيء. المهم دابا انا سبق لي وسرحت هذيك الكويره ديالي كما كتشوفوا، كنسرحها هكا رقيقه ماشي بزاف وانما رقيقه. ودابا غادي ندوز غادي نسخنها في المقلاه غير شويه، يعني غير غادي تصهد عليا، يعني ماشي غادي تطيب، غير غادي تشد لي في راسها شويه وغادي نحيدها. المهم نسيت ما قلتلكمش ما كتكتوش الزيت، غير رشيشات، يعني غير كنرشو شويه لتحت وشويه من الفوق غير باش كنسرحوها، يعني الزيت غير رشيشات خفيفه، يعني ما خصناش نخلوها تكون عامره بالزيت بزاف، فهمتوني؟ غير شويه ديال الزيت غير الشيشه. المهم ها انتما كتشوفوا معايا، يعني وضعتها في المقلاه، هي تصهدات لي من جهه وغادي نقلبها للجهه الاخرى كما كتشوفوا، غير غادي تصهد لي، يعني كتشوف كيبقى اللون ديالها ابيض، غير كتصهد كتشد لي في راسها هكا كنولي نقدر نتحكم فيها وتنحيدها من المقلاه. تقدروا مباشره من بعد ما تحيدوها من المقلاه، مباشره من بعد ما كنحيد الورقه ديالنا من المقلات مباشرة كنبدأ نلفها على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا بشوية بهذا الشكل. ومن بعد ما غادي نسالي اللف ديالها غادي نجي لديك الأطراف ديالها وغادي نلصقها بالعجين اللي كما قلت لكم خلطته مع الدقيق. قلت لكم قبيله غادي نحتاجوا العجين اللي الدقيق اللي مخلط مع الماء اللي ولا على شكل عجين بحال هكا، وغادي نسد به هاد الورقة ديالنا كما كتشوفوا. غادي نحيدها وغادي نوريكم واحده اخرى، يعني بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا كنلف بشويه بهذا الشكل اللي كتشوفوا، وغادي نستمر. وفي نهايه الاطراف الاخيرين غادي ناخذ العجين اللي كما قلت لكم الدقيق اللي خلطته مع الماء وغادي نسد به هذيك الورقه ديالنا كما كتشوفوا معايا. ضروري ما كنوضعهم فوق شي ثوب، ضروري من اول وحده كنحطو حتى لاخر وحده كنوضعهم فوق ثوب وتنغطو، يعني ديما تنحطو واحده وتنغطوها، نزيدو الثانيه ونعاودو نغطو، ما تنخلوهاش بلا غطاء باش ما تقطعش لينا ديك الورقه ديالنا، دائما خصنا نخلوها هكا مرة حتى غادي نكمل الكميه ديالي كامله. ودابا من بعد ما كملت اللف تاع الوريقات ديالي كاملين، دابا غادي ندوز لمرحله التقطيع ديالهم. انا غادي نوريكم كيفاش كنقطعوهم. كناخذو مقص، كناخذو واحده منهم تنحيدو بعد داك الطرف الاول اللي كتشوفوا معايا، وكنستمر بالتقطيع على شكل مائل، يعني كنقطع ديك الورقه ديالي بالمقص بشكل مائل كما كتشوفوا معايا، كلشي واضح في الفيديو. كنستمر بهذا الشكل حتى غادي نكمل الورقه ديالي كامله، وغادي نكمل الكميه ديالي كامله تاع لسان الطير. ومن بعد غادي ندوز للمرحلة ديال القلي ديالو. ندوزو للمرحلة تاع القلي تاع الحلوى ديالنا. غادي نخلي الزيت حتى غادي يدفى ليا، وغادي نضيف عليه الحلوه تاع لسان الطير. وملي غادي يسخن ليا الزيت بدا يسخن ليا مزيان غادي نقص عليه، يعني غادي نخلي ديك النار غير مهيله، على نار مهيله بزاف غادي نخلي هاد الحلوه ديالي طيب. ملي طيب باش طيب ليا مزيان وطيب ليا من الداخل غادي نخليها حتى غادي تاخذ داك اللون الذهبي، ومن بعد غادي نطفيها مباشره في العسل اللي سبق ليا وجدته. من بعد ما غادي ياخذ ليا داك السل الطير ديالي الحلوه ديالي غادي تاخذ اللون الذهبي، كنطفيها مباشره في العسل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. ملي فاش خدات ليا داك اللون الذهبي انا درتها في العسل، يعني ما كنخليهاش تحمر بزاف، غير واحد اللون ذهبي من بعد كنطفيها بالعسل، لان في العسل كتعاود تحمر، يعني كتزيد تعاود تاخذ اللون ديالها، وكتكون هذه هي النتيجه ديالها كما كتشوفوا معايا. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكمية كاملة ديالنا، وهذه هي النتيجة النهائية ديال المعسلات ديالنا كما كتشوفوا معايا، كيجي الشكل ديالها زوين وهائل وفي نفس الوقت لذيذة جدا، كنصحكم تجربوها. والمقادير ديالها اقتصادية وهي سهلة التحضير كما شفتوا معايا، وكتعطينا كمية وفيرة، نصف كيلو ديال الدقيق كيعطينا كمية كبيرة منها. إلى عجبتكم وصفات اليوم ما تنساوش تدعموني باشتراك في القناة وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء في وصفة مقبلة بإذن الله.